صباحنا بدايه يوم صباحكم مستمعينا مستمعاتنا داخل او خارج الوطن، وحنا معكم هي تقنيات اللي كنتحدثوا عليها وعلى تفاصيلها على اهميتها كذلك في جميع. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالنا، مرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم اخيرا داك الفيديو اللي تعطلت صراحة باش نبارطاجي معكم هذا الفيديو. هذا اللي غنشارك معكم اليوم راه مصور هذه تقريبا شي جوج سيمانات او اكثر، يعني تقريبا جوج سيمانات، يعني على الاقل جوج سيمانات وهو مصور وغير هكا مع الظروف وهذا. المهم ما حطيتوش لكم، كنعتذر بزاف على التاخير، وكنعتذر حيت صراحه كتسولوني الناس ديال الشهر الرابع الاشغال، وكتسولوني قلت لي عفاك زعما حضرينا الجديد ديال الشهر الرابع، فسمحوا لي بزاف على هذا الروتر هذا، كنعتذر لكم صراحه، ولكن ماشي بخاطري، والله العظيم ماشي بخاطري، ما كنتش صراحه نحط لكم فيديو كل نهار، ولكن راكم عارفين. فصباحكم مبروك وعواشركم مبروكه، ونخليكم مع هاد الفيديو هادي، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، وموعدنا ان شاء الله فيديوهات جديده. شكرا لكم بزاف، يلا صباحكم مبروك. بهاد المناسبه بغيت نسلم على واحد الصديقه اللي ديجا شفتوها معايا في القناه ديالي هي فدوى، ونقول لها مبروك عليك. هو الشطر الرابع، هي العمارة من اليمين، العمارة 39، هذه العمارة 39، 40، هذه 41، هذه 42، هذه العمارة هذه 43، 39، 40، 41، 42، 43، هذو هما العمارات اللي جاو كيطلعوا على الشارع. هاد الشارع هذا اللي فيه هاد الرومبوان هو هذا، وفيه لي كوميرس، نتوما كتشوفوا دابا راه بداو يعني الاشغال ديال الصباغه بحال هكا، غير البروميير كوش ديال الصباغه. السلام عليكم. مرحبا بكم في المشروع ديال جوهرات البحر. حنا دابا كنتواجدوا في الشطر الثالث، صحيح لي المعلومه، الشطر الرابع ايلوكار. انا بغيت نجربك واش راك غادي معايا ولا لا. تبارك الله عليك. المهم السلام عليكم، حنا دابا كنتواجدوا في الشطر الرابع ان شاء الله باش نوريكم العمارات اللي ما كانوش بانوا في واحد الفيديو، اخر فيديو درتها على الشطر الرابع ما كانوش بانوا هاد العمارات هادو من 44 45 46 47
ما كانوش بانوا، بانوا هادو ديال هاد الواجهه اللي كتطل على رونكوان وكتطل في نفس الوقت على هاد الشارع اللي كتقسم لثلاث الرابع، وبانوا هادو، هادو تاهما بانوا في الجهه الاخرى حيت كانت الدنيا هنايا ما كيصايب واخا قد الدنيا هنا، ما كانش بالامكان ندوزو هنا. ايوا دابا ملا شويه تقدرت الدنيا واخا كاين شي شويه ديال شنو كتقول هاد الشيء؟ واش تقولوش راه ما كنبغيش نوريكم، راه الدنيا تما راه باقي فيها الاشغال بزاف، داكشي علاش الصراحه ما كنقدرش ندخلو هذه العماره 44 45 46 47 47 هي اخر عماره، هنايا 48 49 هذه 50 واللي حداها 51. هذه قلنا العمارة 47 وهذه 48. درنا لهاد الواجهة هادي، هادو هما العمارات 48، هادي الأولى هادي اللي باقي فيها رياجور، هادي 48 حداها 49 الأخرى 50 آخر العمارة 51. هادو هما العمارات، هنايا فين وصلوا الأشغال هنايا في هاد، هضر لينا شوية غير على الشطر العمارات لي بيان أفونسي، عندك 51 50 44 45 39 40 42 هادو لي طرافو ديال الكارلاج فاكتين لي طرافو ديال 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 المينويفري الومنيوم بوا عندنا في 51 و50 و44 و45 و39 و40 فين الاخرين اللي عاد خدامين فيهم الكارلاج مع خدامين دابا مثلا في العماره 41 خدامين فيها الكارلاج من مورا ال 41 راه هي 46 الى شفتوها راه هي دابا راه بدات فيها الرجلات تطلع هي اللي غادي من مورا ال 41 غتجي 46 لي طرافو ديال ستريكتير وديال البيطون راه هنا في الايلو 14 تقريبا لقات واحد الشويه في 43 هي اللي دابا راه المهم عموما تبارك الله الاشخاص بحال الى بحال داك لاري ديال الكونفين راه بحال الى ما كانش كاع الحمد لله اي والله يعاونكم شكرا خويا على هاد المعلومات اللي كنبرصك معايا مره شكرا بارك الله فيك شكرا مره غاتي مره نجي نبرصك شكرا بارك الله فيك الله يحفظك شكرا لكم كاملين الله يحفظك غنمشي واقيلا من هنا يلا يلا شوفوا فين كنحط رجليا هادشي اللي كيعجبني هادشي انا دابا نتوما هادشي طلع لكم في الراس صافي عليه ولفتو عليه وهانتوما الاشغال وريناكم اليوم ان شاء الله الاشغال وريناكم اليوم في هذا الفيديو هذا الاشغال ديال الشاطئ الرابع فين وصلت مع محمد شكرا اني تكنيسيان شونتي مع لا سوسيتي سير مرحبا بكم شكرا بارك الله فيك شكرا على المعلومات بارك الله عليك الله يحفظك
كنتمنى صراحه الفيديو يعجبكم. سمحوا لينا كنديروا هي هكا جوله خفيفه في المشروع. كيف كتشوفوا راه الاشغال غاده يا افونسي الحمد لله. وهذا الشيء اللي كان كما كنقول لكم دائما مره كل نهار كل مره فيديو ان شاء الله. وانتم بنفسكم غتشوفوا التقدم يعني ملي كتشوفوا المقارنه ديال الفيديوهات راه كيبان لكم طبيعه الحال الاشغال واش غاده ولا لا. ايوا تبارك الله عليكم. سلامه يلاه تهلاو فراسكم. تبارك الله عليكم. سلامة.